بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا شباب هنتكلم مع بعض عن التندون أفكشن والجوينت أفكشن. المفروض المحاضرتين دول كانوا في ميعاد الميد ترم، ولكن إدارة الكلية قالت إن المحاضرات اللي كانت في ميعاد الميد ترم هي عليكم وأنتم مطالبين بيها، فإن شاء الله هنشرحهم مع بعض بالتفصيل، وهستقبل أي استفسار منكم على التليجرام أو على الواتس. معاكم الدكتور احمد حسن، مدرس الجراحه والتخدير والاشعه بالكليه. التندون افكشنز، طبعا التندون ستراكشر هو عباره عن دينس فايبرز باند، عباره عن فايبرز كونكتيف تيشو باند، عباره عن فايبرز ماشيه بارل مع بعض، وهي اللي بتمسك المصل بالتندون عكس الليجامنت. الليجامنت تقريبا نفس التركيب، ولكن بيمسك العظم ببعضه. يبقى التندون هو الانسيرشن والاورجن بتاع العضله، اما بالنسبه للليجامنت فهو اللي بيربط العظم بالعظم عشان يعمل لي الجوينت او يعمل لي المفصل. طبعا التندون الوظيفه بتاعته او بيتميز بان هو هاي سترينث هاي الاستيك، وليه الجلايدنج موفمنت علشان خاطر يقدر يساعد في حركه الحيوان. يعني بنتكلم على الهورس، بنتكلم على الاكواين، سواء اسيليتك ريسنج او اسيليتك جامبنج هورس، محتاج قوة عالية جدا، محتاج الاستيستي عالية جدا في الحركة، ومحتاج جلايدنج موفمنت للتندون علشان خاطر يتأقلم مع العضلة في وضع الكونتراكشن ووضع الريلاكسيشن. البلاد سبلاي اللي بيجي للتندون طبعا من الباراتينون اللي هو الغشاء اللي بيغلف التندون، او الاندوتينون برضو الغشاء اللي بيغلف التندون فايبر الصغيرة، او من المصل او من البريوستيوم اللي هي الطبقة الرقيقة اللي بتغطي العظم. التندون تشيز دي عبارة عن الغلاف البسيط اللي بيحل محل الباراتينون، يعني الباراتينون هي بتغطي التندون. اما على مستوى الجوينت او على مستوى الارتكيوليشن، فالباراتينون بتتبدل بالتندون تشيز اللي بتتملي بالساينوفيال فلويد علشان تسهل حركة التندون على المفصل او على الارتكيوليتد سيرفيس. شكل التندون فايبر من الكولاجين فايبر الصغيرة لغاية التندون الكبير اللي متغطي بالباراتينون، عبارة عن وحدات صغيرة فوق بعضيها متركبة، عاملة لي باندلز مكونة لي التندون. ادي التركيب التشريحي للبالمر اسبكت او البالمر تندونز بتاعة الاكواين. طبعا في عندي السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون من الخارج للداخل، يليه الديب ديجيتال فليكسور تندون اللي هو سبورتد بالسوبيريور تشيك ليجامنت، وعندي ليجامنت مهم جدا ماشي على الميتا كاربال او الميتا تارسال اللي هو السسبنسوري ليجامنت، وعندي ليجامنت حاضن السوبرفيشيال والديب في ظهر الفيتلوك جوينت علشان يعمل لهم سبورتنج اللي هو اسمه الانيولار ليجامنت. طيب لو جينا اخدنا قطاع عرضي في الرجل في العظم وفي التندون، ومقابل ليه ترانسفيرس سيكشن الترا سونوجرافي، هنلاقي زي ما احنا قلنا من فوق لتحت او من بره لجوه سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون. الديب ديجيتال فليكسور تندون بيحيط بيه من اللاترال سيرفيس كده جزء بسيط اللي هو الانفيريور تشيك ليجامنت الاي سي ال، ثم على العظم موجود الاس ال اللي هو السسبنسوري ليجامنت، ثم العظم اللي هو اختصار الام سي اللي هو الميتا كاربال بون. ولو جينا خدنا قطاع طولي في الرجل برضو هنلاقي نفس الترتيب من اول الجلد لغايه الميتا كاربال بون. التندونايتس وهي عباره عن الانفلاميشن في التندون، اما بالنسبه للانفلاميشن في الليجامنت فبنسميه ديسمايتس. السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندونايتس اللي هو التهاب السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون ده كومن في الريس هورس، لان هو هاي الاستيك، والريس هورس الوظيفه بتاعتها بتعتمد على الهاي الاستيستي والجلايدنج موفمنت، فالحمل كله بيبقى على السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون. الديب ديجيتال فليكسور تندون ده بيبقى كومن في الدرافت هورس في حيوانات الجر، لان وظيفته كلها هي السبورتنج، ان هو يعمل سبورتنج للرجل في الارض اثناء الحركه، وطبعا حيوان بيشد وزن عالي، فكل وظيفه الرجل هي السبورتنج والحركه.
الاكيليس تندون او الجاستروكنيميوس تندون ده بيبقى مور كومن في البولز. الباثوجينيسيس كل اللي بيحصل اوفر ستريتشنج للتندون، يحصل عند رابتشر لبعض التندون فايبر، يكون لي ما يسمى بالهيموراجيك كور ليجون في منتصف الفايبر، بيحصل قطع او بيحصل رابتشر او انفجار لبعض الفايبرز، يتكون مكان القطع ده هيموراجيك كور ليجون، عباره عن نزيف محدود في الكور ليجون او في مكان القطع، ودايما مكان القطع بيحصل في السنتر بتاع التندون لانه بيبقى اضعف منطقه. مع الوقت بيبدا الهيموراجيك كور ليجون يحصل له فيلنج بالجرانيليشن تيشو فورميشن ويعمل لي اسكار. خلي بالكوا هو عمل لي اسكار مكان كولاجين فايبر، يعني الكون جديد ملوش الوظيفه بتاعه الكولاجين فايبر، وبالتالي التندون هيبقى ثيك ان الاستيك اند ويك تندون وسسبتابل تو ري انجري. ادي شكل نورمال تندون اللي هو الصوره اللي تحت، والصوره اللي فوق هو شكل الكور ليجون اللي هو متحدد بالنقط الصفراء بعد 5 ايام. طبعا في السونار الدم بيظهر باللون الاسود زي اي فلويد، فزي ما احنا شايفين ظاهر عندي الكور ليجون بلاك. بتاع التندنايتس، سبب التندنايتس، في عندي اكزايتنج كوزز، في عندي العوامل الاصليه اللي هي زي تروما دايركت او اندايركت تروما نتيجه الاوفر ستريتشنج او الاوفر لودنج، حملت على الحيوان اكتر. انفكشن ممكن يكون حصل بانكتشرد ووند مع انفكشن. الروماتيزم ان انا بعرض الحيوان لكولد اند هوت كلايمت او كونديشنز بشكل مستمر. البارازيتك انفستيشن زي الفلاريا بتعمل لي نودولار تندنايتس. بعض العوامل المساعده البريدسبوزنج فاكتور بتشمل الامبروبر شوينج ان انا حديت الحيوان بشكل غير طبيعي، على سبيل المثال ركبت حدوه ويز لو هيل يعني كعب الحدوه واطي، فتخيل كده هيبقى اللود على منطقه البالمر عالي جدا. ابنورمال كونفورميشن سلوبي باسترن او السين تندون هناخدهم مع بعض ان شاء الله، ودي من الحاجات اللي بتزود الحمل على البالمر اسبكت وعلى التندون. الانيفن وركينج كونديشن ان انا بشغل الحيوان على مضي او على سليبري او انيفن رودز، فطبعا طول الوقت هو متنشن رجليه علشان خاطر ما يقعش وما يتزحلقش فيزود فرصه الاصابه. او الايرلي وركينج ان انا اشغل الحيوان بدري ولسه التندون بتاعته لسه ضعيفه. اكوردنج تو جريد، يعني انا بشوف الجريد بتاعه الكورليجن، هل الكورليجن واخد لي اقل من 50% من الفايبر بتاعه التندون، واخده لي تقريبا 50% من الفايبر بتاعه التندون حصل لها تمزق، او الكورليجن واخد لي اكتر من 50% من الكروس سيكشن او من الفايبر بتاعه التندون حصل لها تمزق، يبقى ديت جريد 1 جريد 2 اند جريد 3. طبعا جريد 1 بتتميز بالإديمة والسويلنج والبين اللي هي الكاردنال ساينس اوف انفلاميشن اللي احنا متعودين عليها، ولكن نو هيت امبالبيشن ونو تو سلايت ليمنس، العرج اللي هو اللوس اوف فانكشن بيبدا يا اما مش موجود يا اما قليل. الجريد 2 طبعا بيبقى مور اوبفيوس ساينس وفي هيت وفي عرج ظاهر ابارنت ليمنس. والجريد 3 اللي هو الموست انتنسيف ساينس ويز هيت اند سيفير تو كرونيك ليمنس، طبعا بنقول دايما ان جريد 2 اند جريد 3 ار كومبليكيشن اور ريكيرنس فروم جريد 1. جو تو تايم اللابس، طبعا في عندي اكيوت ليمنس ويز اوبفيوس كاردينال ساينس اوف انفلاميشن، وفي عندي كرونيك ليمنس ويز فايبروزيس از هارد سويلنج اون بالمر اور بلانتر اسبكت. According to site of affection في عندي الهاي باو ودايما بيحصل تندنايتس تحت الكاربس او في الابر سيرد بتاع الميتا كاربس، في عندي الميدل باو ودايما بيحصل الليمنس في الميدل ميتا كاربل ثيرد، وفي عندي اللو باو ودايما بيحصل في الديستال ميتا كاربل ثيرد، وفي عندي اللو لو باو ودي بيحصل ديستال تو الفيتلوك تحت الفيتلوك جوينت. زي ما احنا شايفين ادي الباونج او الانبعاج اللي موجود في منطقه البالمر اسبكت، توضح لي الهاي باود تندون الميدل باود تندون اند اللو باود تندون. الكلينيكال ساينس اوف تندنايتس،
التندنايتس وهي عباره عن الانفلاميشن في التندون، اما بالنسبه للانفلاميشن في الليجمنت فبنسميه ديسمايتس. السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندنايتس اللي هو التهاب السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون ده كومن في الريس هورس، لان هو هاي الاستيك، والريس هورس الوظيفه بتاعتها بتعتمد على الهاي الاستيستي والجلايدنج موفمنت، فالحمل كله بيبقى على السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون. الديب ديجيتال فليكسور تندون ده بيبقى كومن في الدرافت هورس في حيوانات الجر، لان وظيفته كلها هي السبورتنج، ان هو يعمل سبورتنج للرجل في الارض اثناء الحركه، وطبعا حيوان بيشد وزن عالي، فكل وظيفه الرجل هي السبورتنج والحركه. الاكيليس تندون او الجاستروكنيميا تندون ده بيبقى مور كومن في البولز. زي ما احنا شايفين الباو التندون فوق، وديت الجريد 1 اوف ناكلينج اللي هو ماشي لي على التو، او واقف عامل ريلاكسيشن او فليكشن لللمب، وعامل ريستنج على التو ومريح البالمر اسبكت اوف اللمب. الدياجنوز اوف تندنايتس، باخد الكيز هيستوري، بشوف الحيوان هل هو درافت ولا اثليتيك هورس، هل هو هورس هل هو دونكي، طبعا علشان خاطر اعرف سسبتابل تندون، بعتمد على الكلينيكال اكزامينشن على الفيزيكال اكزامينشن بالبالبيشن والبريجر علشان اشوف مكان البين فين، التراسونوجرافي واللي هي مهمه جدا زي ما احنا قلنا قبل كده، الراديوجرافي وديت فقط بيظهر لي حالات الفايبروزس لو التندون فيه فايبرس كونكتيف تيشو بيظهر لونه اكثر بياضا في الاكس راي. المنظار بقى لو انا عايز اعمل افحص التندون تشيس، او الثيرموجرافي اللي هي بتظهر لي درجة الانبعاث الحراري للمكان اللي فيه انفلاميشن. طيب لو جينا اخدنا قطاع عرضي في الرجل، الالتراسونوجراف طبعا هي عبارة عن سيف نون انفيزيف ميثود فور اكزامينيشن، بستخدمها علشان خاطر اعمل اسيسمنت وفولو اب لحالات التندنايتس، حالات الديسمايتس، حالات التندو او التينوساينوفايتس زي ما احنا شرحنا قبل كده في محاضرات كتير في السونار. عشان افحص سوبرفيشيال تيشو او ستراكتشر زي التندون محتاج ميجا هرتز او بروب او ترانسديوسر ويز ميجا هرتز عاليه بتتراوح من 7.5 ل 12.5، ودي بتجيب لي المور سوبرفيشيال لاير. اعمل بريباريشن كويس جدا للحيوان بالكليبنج والشيفنج للبالمر اسبكت اوف الميتاكاربال، واعمل ابلاينج للكوبيس اماونت اوف الالترا سونوجرافيك جيل اللي هي بتمنع تواجد الهير بابلز ما بين البروب او ما بين الترانسديوسر وما بين الجلد اللي بفحصه. يفضل فحص التندون والحيوان واقف ان ستاندنج بوزيشن او ان ستيت اوف ويت بيرنج علشان خاطر التندون فايبر تبقى ظاهره واضحه جدا في السونار. منطقه البالمر اسبكت بتاعت او الميتاكاربال اسبكت بتاعت البالمر تندون بقسمها لستة زون، زون واحد A و B، زون اتنين A و B، زون تلاتة A و B، وتحت الفيتلوك جوينت ده اللي هو فوق الفيتلوك جوينت ما بين الفيتلوك وما بين الكاربال. اما تحت الفيتلوك جوينت الفارينجيال ريجون بقسم شكل التندون لتلاتة زون، واحد A واحد B واحد C. خلي بالك ان في كل زون، يعني مثلا لو في الستة زون اللي فوق، زون واحد A شكل التندون بيختلف تماما، تواجد الديب من السوبرفيشيال، شكل الديب وشكل السوبرفيشيال بيختلف من منطقة لمنطقة، علشان كده قسمناهم
علشان كل منطقة ليها الشكل الكاركترستيك بيها بيختلف عن المنطقة اللي بعد كده. تقريبا كل منطقة حوالي 3 ل 3.5 سم. ادي شكل البروب وانا بفحص اللي هو على الايه وانا بفحص في الساجيتال بلين، والبي وانا بفحص الترانزفيرس بلين زي ما احنا شفناهم في الصور اللي كانت موجودة في اول المحاضرة. الابنورمال الترا ساوند او الالتراسونوجرافي اوف فليكسور تندون دايما بلاقي ديفيوزد او لوكالايزد سويلنج اوف الافكتد تندون، وبيظهر في شكل انكريز الكروس سكشنال اريا، المساحه الدائريه للتندون اللي انا بفحصه في الساجيتال والترانسفيرس بلين. ممكن الاقي سمول وممكن الاقي لارج انيكو كور ليجون زي ما احنا شفناهم قبل كده، وده انديكيت تندونايتس في ساجيتال وفي ترانسفيرس بلين. طبعا المفروض ان التندون بيبقى تندون فايبر بتبقى بارل تو اتش اذر، بلاقي هنا في بور فايبر الاينمنت باترن ان ساجيتال بلين، يعني ما بلاقيش الفايبر موازيه لبعضيها زي ما احنا شفنا في التصوير الطبيعي للتندون في الساجيتال بلين. ادي الصوره اللي فوق اللي هي الكور ليجن زي ما احنا عارفين اللي هي لونها اسود، والصوره اللي تحت ساجيتال بلين والترانسفيرس بلين. الساجيتال بلين اللي هو على ايد اليمين زي ما احنا شايفين في خطوط بيضاء اللي هي بارل تو اتش اي اذر اللي هي مختفيه في الكور ليجون اللي موجوده فوق. طبعا التندون ستراكشر هو عباره عن دينس فايبرس باند، عباره عن فايبرس كونكتيف تيشو باند، عباره عن فايبر. استخدمنا ماده ثانيه ظهر العلاج بشكل اوضح. استخدمنا البليتلت ريتش بلازما اللي هي واحده من الريجنريتيف ميديسن زي الستيم سيل، بدا الهيلينج وبدا التندون في اليوم 90 يبقى الى حد كبير شكله في النورمال. التريتمنت اوف الاكيوت تندونايتس ده بيعتمد اعتماد كلي على ان انا اقلل الانفلاميشن، ابدا استرجع التنسايل او القوه او الالاستيستي والجلايدنج بتاعه التندون، امنع تكوين الويك ان الاستيك سكار فورميشن واستبدلها بكولاجين فايبر. بداية بعمل ريستنج من 6 ل 8 ويكس، ببدا اخش في ريهابيليتيشن بروجرام بعد الريستنج، ابدا اعمل كنترولد اكسرسايز وده بيساعد على السيركيوليشن، بيقلل الادهيجن وبينهانس الكولاجين الاينمنت وسترينث. ببدا ان انا اتعامل بالهيدروسيرابي بالكولد فومنتيشن، وده بأشكال مختلفة، ممكن بخرطوم مية أو ممكن باستخدام الأيس باكس. بيبقى الكولد فومنتيشن أول 24 ساعة وبعد كده ببدأ استبدله بالهوت فومنتيشن، طبعا كل مرة مش أكتر من 20 دقيقة، كل من 4 ل 6 ساعات، يعني تقريبا من 4 مرات ل 6 مرات في اليوم. ده بيعمل كنترول الإكزوديشن، بيقلل الإكزوديت وبيقلل السويلينج. اول 24 ساعه من الاكيوت انفلاميشن بستخدم الكولد، وبعد كده ببدا ان انا استخدم الهوت عشان يقلل او عشان خاطر يعمل يزود البلاد سبلاي للمكان وبالتالي يعمل انجلفمنت للاكزوديت اللي موجود. بعد كده بعمل بريجر باندجنج على الـ المكان اللي فيه سويلنج، بيقلل الاكزوديشن والسويلنج. ببدا ان انا اعمل مساج عشان ازود البلاد سبلاي وبالتالي بقلل السويلنج، وبعمل امبروف للهيلنج وديكريز الادهيجن. المساج بتاعي بيبقى في اتجاه واحد من تحت لفوق. بعمل كوركتيف شوينج ان انا بلبس الحيوان حدوه بكعب كعب عالي علشان خاطر اقلل الضغط الواقع على البالمر اسبكت. ممكن اعمل بيركيوتينيوس سبليتنج لو عندي الكور ليجون كبيره بشكل ملحوظ، باجي على مكان الكور ليجن وابدا اشرط اعمل تفريغ للهيموريدج او للبلد اللي محبوس في الكور ليجن وبالتالي بعمل انهانسمنت للهيلينج. ادي الشو ويز كالكنز. الفارماكولوجيكال ثيرابي بستخدم حاجات كتير للحقن السيستماتيك او الحقن داخل التندون زي الناين سترويدال انتي انفلاماتوري دراج زي الفنايل بيوتازون او الفلنوكزين مجليومين. طبعا الريت بتاع الفنايل بيوتازون بيبقى في لو ريت 2.2 ملي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت كل 12 ساعه
لمدة 5 أيام، أو إن أنا بضاعف الجرعة وبنصص الوقت، يعني 4.4 مللي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت، ولكن هنا كل 24 ساعة ولمدة 5 أيام. في عندي مواد تانية زي الدايميثايل سلفوكسيد، الديمسو، البولي سلفيتد جلوكوزا ماينو جلايكانز، وصوديوم هيالورونيت، وده بيعمل توبيكال او انترا تندينيوس انجكشن كانتي انفلاماتوري، بتريديوس الاديما، بتنهانس الكولاجين فورميشن، وانهانس الجلايدنج موفمنت. في حاجه زي البابتين او البابين اف، وده سكار ريمودلينج ايجنت، بيعمل ريمودلينج او بيعمل اعاده ترتيب للسكار في شكل الكولاجين فايبر ان هي تبقى بارل تو اتش اذر، وبيزود الكروس لينكينج ما بين الكولاجين فايبر وبعضيها، وبالتالي بيزود السترينث بتاعه الكولاجين فايبر، ولكن دي بحقنها في 12 نقطة، كل نقطة فيها تقريبا حوالي 1 مللي جرام، بحقنها بإنسولين سيرينج في 3 رو، يعني كل رو 4 نقط، كل نقطة فيها 1 مللي جرام. الريجنريتيف سيرابي زي ما احنا ادينا فكرة، زي البليتلت ريتش بلازما او البي ار بي، وزي الستيم سيل، وفي الحالة ديت بتعمل الـ يعني اللي فات كله كوم، والبي ار بي والستيم سيل كوم تاني. اللي فات كله بيعمل ريباريشن، بيعمل اصلاح، عندي لوح ازاز اتكسر بلزقه. اما البليتلت ريتش بلازما والستيم سيل فبيعمل ريجنريشن، اعاده تكوين، تمام. ده بيعمل تحفيز اكتر لتكوين الكولاجين فايبر وليس السكار تيشو فورميشن، وبالتالي هيحسن حالة التندون من الاسترينس ومن الجلايدنج موفمنت ومن الالاستيستي، وهيقلل فرصة الري انجري. توضح لي الهاي باود تندون، الميدل باود تندون، اند اللو باود تندون. التندون تشيز دي عبارة عن الغلاف البسيط اللي بيحل محل الباراتينون، يعني الباراتينون هي بتغطي التندون، اما على مستوى الجوينت او على مستوى الارتكيوليشن فالباراتينون بتتبدل بالتندون تشيز اللي بتتملي بالساينوفيا بليسترينج، خدتوها في الانفلاميشن، فايرنج برضو خدتوها في الانفلاميشن، الكوركتيف شوينج ويز كالكنز عشان اقلل اللود اللي واقع على الرجل، النيوروكتومي ان انا ابدا ان انا اشوف النيرف اللي موصل للتندون وابدا ان انا اعمل عمليه تحت تاثير جنرال انسيزيا، بقطع النيرف سبلاي وبالتالي بقلل البين اللي واقع على الحيوان وازود الوركينج لايف، ابدا استفيد منه باكبر قدر وازود بين. التينكتومي ان انا بعمل كاتنج للتندون وغالبا بيبقى السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون لو هو في ثيكنينج وستريتشنج، يعني مأثر لي الرجل نتيجه السيفير كرونيك انفلاميشن، بضطر ان انا اقطع التندون ده واخلي اللود كله على الديب ديجيتال فليكسور تندون. الكربون فايبر ترانسبلانتيشن، طبعا الكلام ده كان قبل صيحه البي ار بي والستيم سيل، بزرع كربون فايبرز، بزرع خطوط داخل التندون عشان احفز ان الكولاجين فايبر تبقى بارل تو اتش اذر، او ان انا اعمل السوبيريور تشيك ليجامنت لو او الانيولار ليجامنت ديسموتومي. لو انتوا رجعتوا للصوره بتاعت الاناتومي هتعرفوا انا ليه لو حصل ثيكنينج في السوبرفيشال او الديب بقطع الليجامنت الانيولار ليجامنت او السوبيريور تشيك ليجامنت. الاثنين ليجامنت دول خانقين التندون عشان يعملوا له سبورتنج ويلزقوهم في العظم، فلما يجي يحصل للتندون سويلنج وسيكنينج هيتخنق اكتر، فبضطر ان انا اقطع الانيولار ليجامنت او السوبيريور تشيك ليجامنت. سينوفايتس او التينو فاجينايتس او التندو سينوفايتس او التندو فاجينايتس، قبل ما نشرحهم بس لو انتوا فاكرين النوكلينج اللي هو بيبقى في الكرونيك انفلاميشن او كرونيك تندونايتس، قلنا في الفيرست ديجري والسكند ديجري والثيرد ديجري،
هو ايه اللي بيفرق ما بين الديجري والتانية؟ اللي بيفرق ما بين الديجري والتانية كمية الثيكنينج والشورتنينج اللي موجودة في التندون اللي موجودة على البالمر اسبك. يعني كل ما التندون اللي موجودة على البالمر اسبك تتأثر نتيجة الكرونيك انفلاميشن ونتيجة الثيكنينج والفايبروزس، كل ما تسحب لي الهوف لايه؟ لورا. فالفيرست ديجري بتسحبه عشان يبقى واقف على التب بتاعته او على التو، السكند ديجري يبقى مقلوب على السطح الامامي ليه، الثيرد ديجري يحصل سيكننج اكتر ويحصل شورتننج اكتر يبقى مقلوب على الفيتلوك جوينت. طيب ايه الموضوع اللي احنا بصدده دلوقتي اللي هو عباره عن انفلاميشن في التندون تشيس و التينو فاجينايتس او ساينوفايتس؟ ده بيبقى عباره عن انفلاميشن في التندون تشيس والتندون، وده كلاسيفيكيشن بتاعته اكيوت سيبتك واسيبتك والكرونيك سيبتك واسيبتك، ومش هنتكلم عنهم اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.